يا صباح او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. لاول مره تشوف قناتي ما تنساش تشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. النهارده هنعمل مع بعض النودلز الصيني باسهل واسرع طريقه ممكن تعمليها بيها. يلا نشوف هنحتاج ايه. هحتاج اول حاجه هحتاج لبصله كبيره او بصلتين صغيرين وغسلتهم كويس، وبعد كده انا قشرتها وغسلتها كويس وبدات اقطعها شرايح رفيعه. تقدري تقطعيها بشكل مربعات او اي شكل انت عايزاه. طبعا كمية البصل والخضار بتبقى بتختلف على حسب الكمية بتاعت النودلز اللي انت هتعمليها. انا مش هعمل كيس النودلز كله، فانا هحتاج بصلة واحدة بس كفاية بالنسبة لي. بعد كده هبدأ استخدم الفلفل. طبعا تقدري تستخدمي فلفل الالوان، فلفل رومي، اخضر، احمر، اصفر، اي لون متوفر عندك. هبدأ اقطعه نفس التقطيعة للشرايح الرفيعة بالطول، وده علشان بس يبقى شكل الخضار كله متناسق مع بعض. مش عايزه اعمل حاجه مربعات وحاجه شرايح. بعد كده هبدا اخد شرايح من الفلفل الالوان. ده فلفل اصفر. الفلفل ده بيبقى انا بجيبه وبحطه في الفريزر وبستخدمه في الوقت اللي انا عايزاه، يعني ده فلفل مجمد. كمان هستخدم فلفل الاحمر. الابيض اللي عليه ده تلج. هبدا بقى اقطع مع اخر حاجه معايا وهي الجزر. هبدا اقطع شرايح بالاول بالطول الرفيعه. بحاول ان انا اقطع الجزر كله بنفس الحجم. بدات اقطعه كمان شرايح ارفع. طبعا حاولي ان انتي التقطيع كلها تبقى شبه بعض او قريبة من بعض في نفس الحجم، يعني علشان السوا بتاعه يبقى واحد، ما يبقاش في حاجة استوت اسرع من التانية، حاجة تتهري منك وحاجة تطلع لسه ناشفة او محتاجة انها تستوي اكتر. كمل تقطيع الجزر. يلا بقى نبدأ تجهيز النودلز. اول حاجة انا حطيت طاسة على النار هسخنها كويس. بعد كده هبدأ انزل فيها بشوية من الزيت. الافضل ان يكون زيت سمسم طبعا، لكن انا ما كانش متوفر عندي فنزلت الزيت. وبعد كده هحط معايا رشة من السمسم، وده علشان اخد نفس التيست بتاع طعم زيت السمسم. هسيبه يسخن شوية علشان ده اللي انا هسوي فيه كل الخضار. بعد ما سخن هبدأ أنزل فيه الخضار اللي أنا قطعته، اللي هو البصل والجزر والفلفل الألوان. أنا مش عايزاهم يستووا، أنا بس عايزاهم ياخدوا تشويحة بسيطة كده. هبدأ أقلبهم. يلا بقى نشوف إيه هنحتاج إيه في الصوص. أنا حطيت حوالي معلقتين لتلات معالق كبار من الكاتشب، وعليهم معلقتين برضو من الصويا صوص. الصويا صوص اللي أنا بستخدمها هي الصويا صوص الغامقة مش الفاتحة، عشان كده حطيت معلقتين بس، لو فاتحة بحط أكتر. بعد كده نزلت حوالي معلقه كبيره من العسل، عسل النحل، على الصويا صوص والكاتشب، وهبدا اقلبهم كلهم مع بعض. ودول اللي انا هنزلهم على الخضار، ولكن قبل ما انزلهم على الخضار هزود عليهم شويه ميه صغيرين بس علشان يبدا الصوص يخف شويه معايا، علشان هيتقل تاني لما ينزل على النار. هبدا انزله كله كده على الخضار وهقلب كويس. في بولة هحط حوالي معلقتين من النشا، وهنزل عليهم بكوباية مية كبيرة، وهدوب النشا كويس قوي في المية. بعد كده هبدأ أضيفهم على الخضار اللي أنا حطه على النار، وهقلب كل الخليط والمكونات دي مع بعض. هزودهم بس شوية مية كمان علشان أنا محتاجة صوص كتير، علشان ده اللي أنا هسوي فيه النودلز. يعني أنا مش هسلق النودلز بره، لأ أنا هسويها مع الخضار، عشان كده عايزه الصوص يكون شويه كتير علشان النودلز لسه هتشرب منه. حطيت كمان حبه ملح وفلفل اسمر وقلبت، وهسيبهم لغايه لما يبداوا يغلوا شويه. دي النودلز اللي انا هستخدمها. هنا خلاص الصوص عندي بدا يعني يدخل خلاص في مرحله ان هو يغلي. هبدا انزل النودلز واحدة واحدة كده، ومش هكسرها، انا هنزلها زي ما هي.
انا شايفه اني 4 كفايه قوي على الكميه بتاعت الصوص اللي انا عاملاها دي. انا غطيته وسبته حوالي 3 دقايق كده، وبعدين هبدا اقلبه الناحيه التانية علشان الناحيه التانية تشرب من الصوص وتبدا تستوي هي كمان. بعد حوالي كمان 3 ل 4 دقايق ده شكله، هبدا اقلب بقى. وهتأكد اذا كانت النودلز استوت ولا لسه محتاجة كمان وقت. انا بس بقلب شوية كتير علشان فيها اجزاء كانت داخلة جوه بعض، فانا عايزاها كلها تفك وفي نفس الوقت كلها اتأكد انها استوت. هبدأ بقى اتأكد اذا كانت هي استوت ولا لسه محتاجة كمان وقت. انا شايفة ان لسه ناقصة شوية، فهسيبها كمان 2 أو 3 دقايق على النار، هغطيها علشان تستوي كويس. وده بعد الـ2 خلصوا، خلاص خلاص هي بالنسبة لي كده استوت. يلا بقى نجهزها او نقدمها في طبق التقديم. في اي طبق عندك تبدأي تنزلي النودلز وكمان تنزلي معاها شوية من الخضار. طبعا النودلز بيتقدم معاها الفراخ الصيني او الفراخ الكانتون او سويت اند ساور. وده بيبقى شكلها. طريقتها هنزلها في الفيديو اللي جاي، استنوني في الفيديو اللي جاي عشان تعرفوا كمان طريقة الفراخ الصيني السويت اند ساور علشان تقدروا تعملوا الوجبة كاملة. طعمها بجد كان فظيع، انا بعملها دايما برش عليها في النهاية رشة سمسم كده، طعمها حلو جدا جدا، جربوها بجد هيعجبكم قوي قوي. واستنوني فيديو جديد، ولأول مرة يشوف قناتي ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. واللي جرب اي وصفة من وصفاتي ما ينساش يكتب لي في الكومنت ايه رأيه وايه تعليقه عليها. يارب تكون وصفاتي بتعجبكم، واستنوني فيديوهاتي الجاية. باي باي.